ينضم إلينا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة موفد القاهرة الإخبارية كمال ماضي. بعد التحية كمال، لك أن تحدثنا عن الأجواء الآن بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة التركية أنقرة. نعم حسني، نحن الآن نتواجد في المكان المعد سلفا من أجل توقيع عدد من الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم المشتركة ما بين مصر وتركيا. سبق هذا الأمر مباشرة الاستقبال الحفل الذي تم للرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنا في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، أولا بالخيالة التابعين لحرس الشرف التركي، ثم بعد ذلك بعزف النشيدين الوطنيين المصري و التركي، ومرور بعد ذلك بحرس الشرف، ثم بعد ذلك تم التسليم على عدد من المسؤولين الأتراك وأيضا المصريين المتواجدين في استقبال الرئيسين المصري والتركي. بالطبع لم يكن يقول في خلد الكثيرين أن يحدث هذا الأمر منذ عدة أعوام، لكن كان هناك إصرار من قبل الرئيسين المصري والتركي من أجل دفع العلاقات قدما إلى الأمام، فتح صفحة جديدة للعلاقات المصرية التركية. فتح هذه العلاقات بالطبع سيكون من خلال عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي المصري التركي هنا في العاصمة التركية أنقرة. هذه ليست المرة الأولى التي يتقابل فيها الرئيس المصري والرئيس التركي، لكن سبقها أربع مرات ابتداء من على هامش مونديال قطر 2022، ثم بعد ذلك على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي، وبعدها مباشرة القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض، وبعدها الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى القاهرة واستقبله فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بالطبع العلاقات الخارجية مهمة للغاية، القضايا المشتركة مهمة للغاية، بالأخص القضية الفلسطينية، وقف نزيف الدم الذي يتواجد في قطاع غزة، وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هي قلب القضايا بالنسبة للأمة العربية والإسلامية في الوقت الراهن، وصولا بعد ذلك إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 67. بالطبع العلاقات مهمة للغاية للدفع بها قدما إلى الأمام، ليست العلاقات الخارجية فقط لكن أيضا العلاقات التجارية. نعم. التبادل التجاري ما بين مصر وتركيا وصل حتى هذه اللحظة إلى 6.6 مليار دولار، هناك إصرار على الدفع قدما بهذا الرقم إلى 15 مليار دولار في الفترة المقبلة. نعم، سوف نكون معك عندما يكونك جديد في زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة. أشكرك موفد القاهرة الإخبارية كمال ماضي، كنت معنا مباشرة.